هلو من شولن شولغنن هنكمل حل على البوسيسيف ارتكل في حالة النوميناتيف. اوكي عشان نثبت المعلومة هنجيب زايتر اين اون زيبسش. اوكي اوبونج نوما زيشتن. اوكي ماين داين زين جغايب زيت سي في ام باشبيل. نكتب جمل زي المثال ايش وتيشيرت. عايزهم في جانت الزاتس جملة كام. نقول داس است ماين تيشيرت. داس است ماين يخصني انا تيشيرت بتاعي انا تيشيرت الارتيكل بتاعتها داس فقلنا ماين تيشيرت قلناش ماينيه ماين تيشيرت. اوكي ايا وكابوتسنياكي الارتيكل بتاعت كابوتسنياكي ايه دي. اوكي فهتبقى داس است زايني كابوتسينياك اللي قلنا زايني علشان ايا بتاخد زايني زاين او دزايني عشان هنا فيمينين فتبقى زايني من دفلا اي في حالة الفيمينين. اوكي داس است زايني كابوتسينياك. زي وغوك زي اللي هي وغوك الارتيكل بتاعتها ديا. داس است ايا غوك قلنا ايا علشان هي فيمينين مؤنثة زي فتبقى ايا غوك لو كان مذكرة كنا نقول ايه زاين غوك. اوكي فهتبقى هنا ايا غوك الجيبة بتاعتها او السكيرت بتاعتها. دو غولا داس است داين غولا عشان دو هتبقى داين غولا وغولا هنا الارتيكل بتاعتها دي ماسكولين برافو عليكو فهتبقى داس است داين غولا. هنا ايا وي شكية اللي هي الالات بتاعت التزحلق. اوكي لوحين بتوع التزحلق فدي بلغال وايا انتم داس است اويغا شكية داس است اويغا اويغا هنا في حالة الايا تبقى اويغا. اوكي اويغا شكية. اوكي هنكمل البوسيسيف ارتيكل بس في حالة الاكوزاتيف مش النوميناتيف. اوكي هي هتبقى كلها هي ما عدا حاجه واحده بس وانتوا عارفينها في الماسكولين بدل ما بتبقى ماين تبقى ماينين داين داينين زاين زاينين ايغ ايغن اونزا اونزغن اويا اويغن زي ايغن ايغ تبقى ايغن ايا ايغن. اوكي فهي هي في حاله الماسكولين بس بيضاف لها اي ان والفيمينين هي دايني مع دو دايني مع النيترال داين مع البلوغال دايني وي ايا از زي ما هي مع الفيمينين زايني مع النيترال زاين مع البلوغال زايني. اوكي وهكذا تمام. فالاكوزاتيف سهل هو بس في الماسكولين اللي بيتغير من ماين لماينين زاين داينين زاين لزاينين ايا يغن وهكذا. باس زوخت ماركوس باس زوخت ماركوس زوخن اللي هو تو سيرش. اوكي باس زوخت ماركوس ايا زوخت زاينن غولا عشان الغولا الارتيكل بتاعتها دي ماسكولين فبدل ما هتكون زاين هتكون زاينن غولا اللي هو اهو ماركوس زوخت زاينن غولا. اوكي شتيفان باس زوخت شتيفان شتيفان زوخت اهو زايني شبوت شو زايني شبات شو. اوكي علشان هي بلغال. اوكي هنحل على الاكوزاتيف الضمير في حالة الاكوزاتيف هنجيب زايتة دراي ون زيبتسش دراي ون زيبتسش. اوكي اوبن جنومة دراي ون دتسفانسش اي جانسة دي بوسيسيف ارتيكل هنا في حالة الاكوزاتيف. بيتر هات زاينين تنس شلاجة في أجسن نسي التنس الشلاجة بتاعه قلنا نقول زينين عشان بيتر هنا ماسكولين. اوكي وهنا ليه قلنا زينين مش زين علشان التنس الشلاجة ده الارتيكل بتاعته دي ماسكولين فلازم يكون زينين. اوكي تينا فندت ايغ كابوتسنياكي نيشت هي ملقتهاش كابوتسنياكي هنا فيمينين ويتينا
feminin فتبقى ihre. اوكي. ماركوس زخت زايني تينيس شو. اوكي. ماركوس زخت زايني تينيس شو الارتكل بتاعته دي فهنكون خد زايني بتاعته هو فخدت زاين بس هنا عشان فيمنين فحضرنا لها ايه بقت زايني. اوكي. بس هنا بلغال سوري هنا بلغال جمع الجزم بتاعت التنس. اوكي الجزمة بتاعته يعني فتبقى زايني تنس شو. اوكي. ايفا هات اين شونس فغاد ايه فغاد است جانتس نوي. هنا هي ايفا فيمنين فغاد نويترال فتبقى ايه فغاد. اوكي. بريجيتي hat neue inline skirts ihre inline skirts sind sehr schön. اوكي. برجتي هنا برضه فيمنين فهتبقى ihre. ستيفان findet seine jeans nicht هنا بلغال وستيفان هتبقى seine. اوكي. يبقى بنبص على حاجتين بنبص على الضمير ايه ولا زي ولا دو ولا ايش وبنبص على ال الاسم اللي بعده سواء هو الارتيك بتاعه دي ولا دس ولا دي فيمينين وده ماسكولين وده نيترال. اوكي. وعلى اساس ده بنحدد اول حاجه بنبدا من هنا لو هو مذكر شتيفان فبيبقى زين او زيني. اوكي. لو هي مؤنثه فهتبقى ايه او ايغ. هنا اللي بيحدد بقى الاي اللي في الاخر هو الاسم اللي بعده جينز هنا ده بلغال فالارتيكل بتاعه اللي هنضيفها اي. لو كان ماسكولين كنا هنقول زاينن عشان هنا في حاله الاكوزاتيف في حاله النوميناتيف زاين عادي. اوكي. ولو كانت فيمينين هتبقى زايني برضو ولو كانت نويترال هتبقى زاين. اوكي. هير فايجل هات اين هاندي ايه هاندي است زوبا. اوكي. هير فايجل هنا ده مذكر بس في حاله الريسبكت ففي الريسبكت بنحط له ايه وهاندي هنا نويترال فبتبقى ايه. ايفا هات اينن زوما بولي ايرن زوما بولي است زير مودش. زير مودش اللي هي مودرن. اوكي. داست اليس تشوس.